السلام عليكم. النهاردة هنتعلم 6 common weather idioms. Ready? Let's see. مستعد عن نفسي. وأول idiom معانا Right as rain. Right as rain. ده معناه إيه؟ وده معناه إنك تكون very fit and healthy. تكون بصحة جيدة يعني. تمام، يعني ممكن اقول مستر حسن is right as rain. Yeah. تاني ايديوم معانا اللي هو under the weather دوت لكل الطقس. لا، هي دي بقى الترجمه الحرفيه طبعا، لكن الترجمه الحقيقيه ان انا تعبان او عيان. للناس اللي بيجي لها برد كتير في الشتاء هتستخدموا الايديوم ده كتير جدا. اوكي، يعني ممكن اقول I am under the weather today. I'm under the weather today. وده معناها I am sick. اوكي، الايديوم اللي بعده معانا Fair weather friend. وده معناه ايه يا باشا؟ وده معناه ان حد بيعرفك علشان مصلحته قوي، فبنقول مثلا هو someone who knows you for an interest. حد عارفك عشان في مصلحه جامده، يعني صاحب مصلحه من الاخر. يعني صاحب مصلحه، ايوه فعلا. والايديوم بتاعك save it for a rainy day. اوكي، يعني الترجمه الحرفيه عينه ليوم ممطر، لكن تمام، او احفظه يعني. انت بتضحك على ايه؟ اي ايه بقى معناه بقى القرش الابيض بينفع في اليوم الايه؟ تمام. يعني if you have little money you can save it for a rainy day, right؟ مظبوط. جميل. To have your head in the clouds. Your head in the clouds. وده معناه ايه ان شاء الله؟ ده معناه ان افكارك تكون unrealistic، غير واقعي بالمره. تمام. يعني ممكن اقول my brother has his head in the clouds. اوكي، ده يكون معناه ان اخوك بيفكر او افكاره مش واقعيه، مش على ارض الواقع يعني. تمام. الايديوم بتاعي بقى I don't have the foggiest idea. وده بقى لما تحب تقول ان انت ما عندكش فكره عن حاجه معينه، يعني مثلا تفتكر الفيديو دوت الناس هتتفرج عليه ولا لا. I don't have the foggiest idea. لكن يعني لو عاوز تتعلم حاجه عن الويذر ايديومز يا ريت تتفرج على الفيديو دوت، ولو عجبك الفيديو شير اند لايك وروق علينا بقى. اوكي.